أنا مين عادل؟ مدرب الدفاع عن النفس. طب خلاص خلاص. يا صباح الفل يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هناخد مع بعض مسكه غبيه شويه، يوم ما بتحصل في الخناقات او يوم ما بتحصل في الشارع، اي حد مهما كان عنده اي خبره في الفنون القتاليه او في الخناقات عموما، كل الخبره دي بتقف او بتنتهي. ليه؟ لانه بتكون كتف. يعني مثلا على سبيل المثال المصارع او الملاكم او لاعب الكيك بوكسنج، كل قوته في ايده او كل قوته في ايده ورجله على حسب هو لاعب بوكسنج او كيك بوكسنج. لكن لو جيت كتف بالشكل ده، لو جيت كتف بالشكل ده، او جيت كتف كده على ايدي كده يا كابتن علي، لا لا على ايدي بالشكل ده، خلاص كل قوته خلاص وقفت، مش عارف يعمل اي حاجه، كل سرعه ايده وقفت. فازاي ان انا اعرف اخرج من المسكه دي؟ ركزوا معايا. اول حاجه انا لازم اخرج ايدي بره. طب هو قافل على ايدي جامد جدا وهو قارس جامد جدا، بعمل ايه؟ السر كله في الكتاف، ان انا بتني الكتاف لقدام، طلعت ايدي بره كده. تاني، امسك جامد، امسك بجد جامد. مجرد ما انا هتني الكتاف كده انا اصلا فكيت المسكه. طب فرضا هو جه رجع مسك تاني، يعني هو برده مازال ماسك فيا، هعمل ايه؟ ايدي اليمين هتمسك في ايده الشمال بالشكل ده، وتحديدا في المعصم بالشكل ده كده اهو، وايدي دي هتخش من جوه. طب هو قارص، هعمل ايه؟ هي نفس الفكره، ان انا هشفط بطني وهتني كتافي لقدام كده اهو عشان تخش كده. ركزوا بقى معايا، هدفع ايدي دي اللي هي ماسكه في ايدي الثانيه بالشكل ده كده اهو، وهلف كده كده، انا بقيت مسيطر عليه، عملت لوك على دراعه. تاني، واحد اتنين، باور جسمي كله بدفع دي كده اهو، ولفتها ونزلت كده. تاني، عشان ناس كتير بتقعد تقول لك، تسالني تقول لي الحركه بالبطيء، الحركه اكتر من مره اهي. ركزوا معايا، الايد اليمين دخلت هنا اهو. طب هو لو ماسك جامد، امسك جامد، بشفط من هنا، دخلت ايدي دي كده اهو، باور جسمي كله، دفعت جسمه ودراعه بالشكل ده. اخر مره، 1 2 3، لو اعملها بشكل اسرع هعمل كده. اخر مره بشكل اسرع قوي هعمل كده. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه بسيطه. نقدر نخرج من اي مسكه او من اي تكتيفه بالشكل ده في اي موقف خطر لا قدر الله نتعرض له. واكون سعيد بمتابعتكم على الفيسبوك واليوتيوب، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها موجوده على الانستجرام. اشوفكم في حلقات جايه كتير، اشوفكم على خير.